الحمد لله، والله يسامحه ويرحمه ويرحم موت المسلمين أجمعين. بس كل اخواتي الصغيرين وكل الناس اللي هتشوف الفيديو ده، انا عايزة الفيديو ده يتشهر على قد ما تقدروا. عيل عنده 17 سنة، زي اي عيل، بيحب الاندومي الكوري حراق، بيجيب اندومي كوري، بياكل اندومي كوري، الشطة بتعمل له، بتبوظ له الكلى وبتفقع له المرارة. 5 ايام مومي، خلي بالكم من عيالكم، متاكلوش اندومي، كلوا من بيوتكم، شيروا الفيديو على قد ما تقدروا. ربنا يا رب ما يكتبها على حد ابدا. عريس 17 سنة ما يتعزش على اللي خلقه، الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين أجمعين. الله يرحمك يا حبيبي، الجنة ونعمها يا رب. أسألكم الدعاء كتير، ربنا يا رب ما يكتبها.